الأخبار حول ما يتعلق بالأرصاد ربما في اليمن وغير اليمن يبدو أنها ليست مطمئنة. أما على الصعيد الداخلي باشمهندس، ربما أنت استمعت إلى ما قاله أو قالته الفاو فيما يتعلق بمخاطر محدقة باليمنيين. أولا، كيف تقرأ ما قرأنا؟ أخي عيسى، أحييك أولا وجميع مشاهدينا الكرام. كنا مرحبا. نتابع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تلك الاجتهادات والتهويل، لأن المناطق الغربية سوف تتعرض للفيضانات وتضرر الآلاف من المواطنين، ومع الأسف الشديد نسبت تلك التحذيرات للأرصاد الجوية، وذلك من قبل جهات أساسا ليست معنية بالتحذير للطقس والمناخ كمنظمة الفاو. منظمة معنية ما بالأدوية الذي دعاها إذن لإطلاق مثل هكذا إنذار؟ نعم، هذه دائما تكرر هذه المنظمة تدخلها بهذه التحذيرات التي ليست من اختصاصها حقيقة، وخاصة التحذيرات المتعلقة بالطقس والمناخ. وأقول سببت حقيقة الخوف والهلع في أوساط المواطنين، لذا فإن الأرصاد القوية ينفي علاقتي بما نسب إليه. وأود عبر طبعا هذا اللقاء نطمئن أخوة المواطنين بأن الأرصاد، أو نطمئن أخوة المواطنين بأن توقعات الأرصاد باستمرار هطول الأمطار الصيفية المعتادة، وتلك الأمطار غير مقلقة أساسا، وأن على الجهات يعني ذات العلاقة وكذلك الجهات المختصة في المحافظات في استمرار التعامل مع تلك التوقعات للمركز الوطني للأرصاد الجوية بمسؤولية، وفقا لما يصدره المركز الوطني للأرصاد الجوية من نشرات اعتيادية وأيضا تحذيرات. الأمر الآخر يهيب للأخوة المواطنين والجهات ذات العلاقة بالاعتماد على المركز الوطني للأرصاد الجوية في مسألة المتابعة في هذه، ويدعو إلى عدم الانجرار إلى ما يروج من أخبار غير دقيقة وغير مسؤولة عن أحوال الطقس والمناخ. هذه رسالتنا أساسا حقيقة. نعم باشمهندس، يعني المجتمع بطبيعة الحال عندما يشاهد ما يحدث اليوم سواء في ليبيا أو في المغرب من تيارات وإعصارات ناهيك عن أو فضلا عن الزلازل التي حدثت في تركيا، وعندما يقرأ إنذارات مبكرة اليوم مثلا الليبيون يثورون جميعهم ويقولون التحذيرات هذه سبقت الكارثة ب72 ساعة، ولكن لم يحرك أحدهم بالا وهو يتعلق أو يعني في خطاب للسلطات. يعني اليوم أي إنذار يأخذه المواطن على محمل الجد؟ أنت الآن تقول لا تصدقوا كل ما يقال وخذوا مصدركم من مكان معين. نعم ايوه، هذه هنا تعامل مسؤولية من قبل المواطنين والجهات ذات العلاقه، وكل وسائل على اعلام مقروءه ومسؤوله او يعني مسموعه ومرئيه عليها إصدار رسالتنا في وقتها. ونحن عندما التقينا ايضا في عملنا ليس فقط في التحذيرات وبس، ولكن مساله نشر التحذيرات الى المعنيين مباشره، ونعمل رسائل اخي طبعا عيسى برسائل اس ام اس قصيره الى المناطق المستهدفه والتي نرى انها تتضرر سواء الانسان او الارض والانسان في نفس الوقت. وبالتالي نحن طبعا المعنيين بهذه المشكله ونحن يعني محاسبين عليها، وهذه مهمتنا. نحن نعمل على مدار الساعه، ونعمل لدينا يعني خبره طويله جدا من تدريبات وكادر فني ومتخصص في هذا المجال، وبالتالي الثقه موجوده والقوى المواطنه والجهات ذات العلاقه قد خبرت بنا لسنين طويله باننا لا نسوف ولا لا نسوف ولا نبالغ كما هي المبالغات من الجهات التي ليست معنيه بالطقس. لكن اقول حاجه واحده مهمه، انه على الاخوه المواطنين باستمرار متابعه نشراتنا الاعتياديه والتحذيريه والخاصه باسمه.